البلاغات والتحري، مسؤول انا عن اداره البلاغات والتحري، وهذه اداره قائمه بذاتها، وعندي اداره ايضا ثانيه اسمها اداره التحقيق واسترداد الاموال. اذا احنا قاعد نتكلم عن هذا الموضوع، نتكلم عن قطاع يسمى بقطاع كشف الفساد والتحقيق، فهو القطاع المعني بتلقي كل صنوف البلاغات ضد الاشخاص الخاضعين اللي ما يقولون هؤلاء اشخاص هناك في شبهه فساد في موضوع يتعلق في هذا الموضوع. فمن الضروري بمكان ان قضايا الفساد هي من القضايا التي تدور فيها الكتمان، دائما جرائم ذات الطابع السري وذات الشبكه العاليه التعقيد. فالهيئه وضعت لها اليه وما تعرف بآلية الويسلينج فلوينج اللي هي البلاغ. الهيئة تتحرك وتقوم بإدارة شؤونها بعد أن تتلقى الصافرة من الداخل. ماذا نعني بالداخل؟ نعني بأن يكون هذا البلاغ صادر من الجهة المتضررة أو الجهة التي تلمست أو التي اشتمت هذه رائحة الفساد. هذه الصورة ليست موجودة في بقية الجهات والجهات المختصة. فإذا نحن معنيين بتحفيز دور المواطن الخفير الذي يشاهد الشيء بعينه ويقوم بالإبلاغ عنه. احنا قد نشوف بأيام باليوم كله أمور فساد نقارنها ونطالع، لكن ننظرها بمنظور المواطن، منظور مجتمعي مختلف تماما. لكن فما بالكم يكون واحد داخل هذه المؤسسة وهذه الهيئة أو هذه الوزارة. نحن نتلقى مثل هذه المعلومة، ومثل ما أوضح أخ الأمين العام بأن تلقي هذه المعلومة يكون يحاط بالسرية تامة. نعرف بأن القانون أوكل لهذه الهيئة أن ترعى السرية التامة، ونعني بالسرية التامة بأن أي بلاغ يرد إلى الهيئة لا يصنف بالأسماء إنما يصنف بالأرقام. تحتفظ الهيئة بكامل المعلومات، ولا يباح ولا يمكن أن تصل أي هيئة أو أي جهة حتى الجهات القضائية لنا. قانون عطانا الصلاحية أيضا أن إحنا فيما لو وصل هذا التقرير أو وصل هذا الاتهام إلى قرار أول يقدم خلال 60 يوما من توليه المنصب لمن يتولى منصبا بعد نشر اللائحة التنفيذية، أو خلال سنة لمن تولى منصب قبل صدور اللائحه التنفيذيه. النوع الثاني من الاقرار هو تحديث للاقرار كل 3 سنوات، يقدم كل 3 سنوات الشخص لمن بقى في منصبه. النوع الثالث هو الاقرار النهائي، يقدمه الخاضع عند تركه لاي منصب او صفه. يتم تقديم طبعا قرارات لمن ضمن نماذج آلية رتبتها الهيئة وستعلن عنها فور صدور اللائحة التنفيذية، ويتم الدخول عليها عن طريق شبكة الإنترنت وتحميل ملف خاص وتعبئة النماذج وإيداعها في مظاريف خاصة أوليناها اهتماما خاصا للحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الواردة في البيانات المالية، بحيث لا تفتح ولا يطلع عليها إلا من قبل لجان مختصة بذلك. كذلك مزودة بملصقات أمنية بحيث أنه من استلام الضوء في المراكز التي تحددها الهيئة إلى دخولها إلى لجان الفحص وإلى حفظها في الخزانات تمشي في مسار معين لا يمكن لها أن تخرج من هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية تضمنت جوانب كثيرة في موضوع الفساد، كيفية مكافحته، كيفية الوقاية من ملاحقة الأموال الناتجة عن جرائم الفساد إلى آخره. طبعا الكويت لما عندما وقعت على هذه الاتفاقية صادقت عليها في عام 2006 بموجب القانون رقم 47، فأصبحت هذه الاتفاقية جزء من القانون الوطني لدولة الكويت. تنص هذه الاتفاقية في المادة السادسة على تنشأ الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية أجهزة خاصة لمكافحة الفساد بناء على هذا النص الحقيقي والإيمان بالسياسية بضرورة وجود هيئة
دفعنا بمكافأة الاقتصاد في دولة الكويت صدرت مرسوم بقانون 24 لسنة 2012 إشارة. مشكلة المبنى فطبعا وجود هيئة لمكافحة الفساد في الكويت أمر يعني الكل كان يتمناه والكل كان ينادي فيه والكل كان يطمح له، لأن في الحقيقة أنت محتاج أن يكون هناك مرجعية لمثل هذه القضايا المهمة، يكون هناك يعني إجراءات واضحة ضد عمليات الفساد بعيدا عن الشكوى الكثيرة والإجراءات المعتادة. أعتقد أغلب دول العالم إذا مو كلها اليوم توجد يعني مثل هذه الهيئات، إن شاء الله تكون الهيئة بوجود الأخوة ودورهم فاعلة و قادرة على تحقيق طموحات، تحقيق آمال سمو الأمير أولاً هو الداعم الأساسي.